الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام أعزائي المشاهدين لقناة مدني في سلسلة المتواصلة معكم الأعمال التي تدخلنا الجنة. اليوم إن شاء الله عز وجل نسمع عن ثواب الصلاة مطلقا وأيضا ثواب الركوع والسجود وثواب طول القيام وثواب الصلوات الخمسة والمحافظة عليها أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فضيلة العلامة الداعية الكبير أبو بلال محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى نقل حديثا في كتابه الأزهار من روضة الأبرار قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله من فرج عن مكروب أمتي ومن أحيا سنتي ومن أكثر الصلاة علي صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثواب الصلاة مطلقا اولا نسمع عنه ان شاء الله عز وجل وننوي من الان ان شاء الله نعمل بها لولا نلتزم بالصلوات الخمسه تعالوا بنا ننوي نلتزم بالصلوات الخمسه قال الله تعالى في القران المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تعالوا بنا نعبد الله عز وجل لكي يرضى عنا الله عز وجل عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. رواه ابن ماجه وعن أبي مالكٍ الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك أو عليك رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ان العبد المسلم ليصلي الصلاه يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجره يعني يمحو الله بها اي بالصلاه سيئاتنا سمعنا هنا قال هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجاب لبيك يا رسول الله. سبحان الله. فضيلة العلامه الشيخ ابو بلال محمد الياس الطارق قادري حفظه الله الحمد لله علمنا ان نرد على اخينا لبيك عندما هو يسمينا او ينادينا فنقول لبيك لبيك هذه ايضا من السنه فينبغي لنا ان نتعود على ان نقول لبيك. ولو ابننا يقول بابا نقول لبيك. لو قالت لنا زوجه او تنادينا نقول لبيك يوجد فيه حسنات نكون من الماجورين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم الصلاه خير موضوع فمن استطاع أن يكثر فليكثر الدنيا فانية الدنيا منقطعة متى نرتحل من هذه الدنيا لا نعرف متى تغرب شمس حياتنا لا نعلم علينا ينبغي لنا أن نكثر من من الصلوات وقال بكر ابن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت قيل له وكيف ذلك قال تسبغ الوضوء وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك تكلمه بلا ترجمان سبحان الله أيها المسلم كأنك في الصلاة تتكلم مع الله عز وجل بلا ترجمان. تعالوا بنا نسمع عن ثواب الركوع والسجود في الصلاه. قال الله تعالى في القران المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود هذه الايه توجد فيها ذكر السجود والركوع. وعن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول: ما منكم من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. الصلاة تدخلنا الجنة. تعالوا بنا نصلي الصلوات الخمس بالجماعة في المسجد كما يذكرنا أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله يوميا بسورة جوائز المدينة. السؤال الثاني هناك 72 جائزة. منها الثاني هل صليت جميع الصلوات مع الجماعة في الصف الأول وحاولت اليوم أن تأخذ معك واحدا إلى المسجد إلى كل صلاة هذه جوائز المدينة تذكرنا فدعني أقول هذه محاسبة الأعمال لو نحاسب أعمالنا نترك الكبائر والصغائر ونبادر الى الاعمال الصالحه لكي نرضي الله عز وجل. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان فقال ركعتان احب الى هذا من بقيه دنياكم. رواه الطبراني وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي قبض فيه فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام فقال بئس ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا هنا يشك سهل يحسن فيهن الركوع والسجود والخشوع ثم استغفر الله غفر له رواه أحمد وعن معدان بن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه. او قال قلت باحب الاعمال الى الله تعالى فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال:

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود رواه ابن ماجه وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فآتيه بوضوءه وحاجته وضوء الماء الذي يتوضأ به فقال لي سلني اطلب مني شيء فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك سبحان الله أعطيت مفاتيح خزائن الأرض عنده اختيار عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إختيار أو غير ذلك نعم أعطيتك مرافقتني في الجنة هل تريد غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم ورواه الطبراني أطول منه ولفظه قال كنت أخدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهاري فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبت عنده يقول فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يوما يا ربيعة سلني فأعطيك فقلت أنذرني حتى أنذر وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: من امرك بهذا؟ قلت: ما امرني به احد ولكني علمت ان الدنيا فانية منقطعة وانت من الله بالمكان الذي انت منه فاحببت ان تدعو الله لي. قال: اني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قاسم والله يعطي بشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالجنة عشر أصحاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منها سيدنا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر فاروق الاعظم رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وعلي مرتضى كرم الله تعالى وجهه الكريم عنده اختيار من الله عز وجل باعطاء الله عز وجل وعن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حاله يكون العبد عليها احب الى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب رواه الطبراني وعن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح إلا أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمل. قال: عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله به درجة وحط عنك بها خطيئة. هناك انتباه، هناك ملاحظة، كثير من المسلمين لا يسجدون إلا قليلا، يعني يسجدون مقصرين. يسجدون يقول سبحان ربي العالى ويرفعون رؤوسهم ينبغي لهم ولنا أن نسجد ونستغرق فيه وقت لكي نتكلم مع الله بلا ترجمان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء رواه مسلم. اعزائي المشاهدين اليكم بعد الاحاديث عن ثواب طول القيام في الصلاه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت ما معنى القنوت المراد بالقنوت في هذا الحديث القيام وعن عبد الله بن حبشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل اي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام رواه ابو داود وقد قال بعض العلماء ان الافضل بالنهار كثره السجود وبالليل طول القيام كما جاء في وصف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وجمع بين الاحاديث والله اعلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اليكم بعد الاحاديث عن ثواب الصلوات المفروضات والمحافظه عليها قال الله تعالى في القران المجيد وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا وقال سبحانه تعالى اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إليكم بعض الأحاديث عن ثواب الصلوات المفروضات والمحافظة عليها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى يعني ذهب عنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا رواه البخاري ومسلم سبحان الله تعرفنا على هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعرف ان هذا الشخص من اهل الجنه يعني ويعرف علم الغيب من الذي يدخل النار ومن الذي يدخل الجنة وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله احد ان شاء غفر له وان شاء عذبه العياذ بالله تعالى اللهم اجرنا من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال ثم ما قال ثم الصلاة ثلاث مرات قال ثم ما قال الجهاد في سبيل الله رواه أحمد وابن حبان وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرة وكانت أحب إلينا من حمر النعم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمسة ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان وعن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحاط ورقه ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولما تفعله؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا معه تحت شجره واخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان الا تسالني لما افعل هذا قلت ولما تفعله قال ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا" رواه البخاري ومسلم. أعزائي المشاهدين ننوي إن شاء الله عز وجل نلتزم بالصلوات الخمس في المسجد بالصف الاول بالجماعه نسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين